هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. شيء بس اعمل مشهد مفاوضات. ايش ذا يا ولد الشيخ؟ ايش ذا يا امم متحده؟ ايش الحنان والدلال ده؟ كل البنات نفسهم يتزوجوا امم متحده، ما حد يدلع مثله ولا حد يهنن زيه ولا حد يبنن زي بان كيمون. يا حاج ارحم قلوب العذارى يا حاج، بيحلفوا البنات باسمك دي اليومتين، اتعبت العشاق من بعدك. كان البنات طايحات على اسماء لوجي وميهيتاب وروتين ولاتين ومش عارف ايش، الان خلاص اللي تشتي بنت دلعه تسميه ميليسيا. ينزلوا الحوثة من الغرف لمطعم الفندق وعلى طول ولد الشيخ يعقد مؤتمر صحفي. احرزنا تقدم جوهري في المفاوضات، يغير فليت الكوت ويطلع يشبه كوت واحد من الويترات، قالوا التقارب في وجهات النظر. فايقد غير الشام من هنا لهنا، قالوا واو هناك تغيير ملحوظ في اداء المحاورين. تخيلوا فايقات فاوض على المختطفين، متى بتطلقهم وكم وكيف. يا فايقه نعرفك خراطه، يا فايقه نعرفك هلاسه، نعرفك حق مخبازه، اما خاطفه العيال الناس دي جديده. اكل ومرعى وملعنه في الكويت شهر، وفي الاخير جلسوا على جنب وشربوا كذا عصير وتصوروا مع 2 خواجات وقالوا التأمت اللجنة البزرميطية. وانت يا شعب راعي لما يجي لك وتفاءل لما نتصل عليك. عيال الناس مختطفين في البدرومات مضربين عن الطعام، وزيد فتحوا لهم البلاليع والمقاري عزكم الله لما فوقهم، وفايقات تفالخ سلوموشن اختطفوهم في دقائق ويتشردوا على اطلاقهم ب20 و30 يوم، وكأنهم منتظرين فيزا شنغن مش باب ينفتح ويخرجوا يتعالجوا من آثار التعذيب والجوع والضغط والعنف، ونصهم قدهم حالات نفسية. شهر لليوم بالكويت والجماعة مفصعين. يا وفد الشرعية يكفي قعايا، طلبوها لعبة السلم والثعبان، من يقنع المجتمع الدولي انهم عرقل. ذكرتونا بمفهم بيك الله لا رد حقاره. المجتمع الدولي يشتيكم تبصموا للميليشيا. يا وش ولا نخص. أوقاتكم يا أحلى وأرق متابعين، سامحونا برجعكم كذا قليل 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 للخلف، لأنه الحلقة اللي راحت كانت كلها للمخلوع المندوع اللي قال عسيري يعرف حتى فين ينام. في بيوت الناس يا قليل الحياة، سفراء وسفارات تركوها أمانة، قلت بهم قاب تزرق زي الفار تقعد لهم الفراش والآثار. قليل حياة من سهم. وبعدين ما كنت نحن صامتون وفي اليمن، ومعروف ان السفارة تعتبر جزء من اراضي الدولة. صاحبة السفارات يعني طفت العالم يا عق والدك عشان تنام، والهب المصدقين انك في اليمن. عموما ما علينا، بيجيبك الله بالطريق وانت ترانزيت في اليمن ما بين سفارة والثانية. ايش كنت بقول؟ نسانا فار السفارات هذا. أيوة هذا، قلت أرجع معاكم لهدرة الأخيرة للشخوة. وين يوم ما كان الناس يترقبوا هدرته، يوم ما كان مربرب كذا باينة في النعمة، كان نعمة البطانية تبوقه موجودة. واليوم والله ما حد يعبره، يظهر تقول بصورة تقول لا إسهال ما يتوقفش، مشحب ملبب يعرق يحتاج أمانة محلول إرواء. رباني طبعا، هو أخو قرآن ناطق يعني، بس لأنه الصغير تقولوا يعتبر أنه جزء عمه ولا ربع ياسين. المهم خلونا نشوف إيش هذا. متنا
في كافة شعوبها وبلدانها، وفي أكبر عملية تضليل وخداع. ولذلك كان الكاتب الفرنسي مصيبا عندما كتب كتابه عن أحداث الحرب. مشي قليل، يمكن في شيء مهم. إلى تقويض الأمة بالكامل، إلى هدم كل معالمها. يا شباب حاولوا كمان، مشوا قليل. سيئة على المستوى الداخلي للأمة، وضعية جعلت من واقع الأمة مسرحا مفتوحا. خلص الخطاب كذا، كله ولا في بوقهم لا مفيدة، غير انهم عائلة مصاحف من شر. هيا بيحاول الله من يحبكهم ويقلدهم. يا جماعة اتأكدوا، يمكن في حلقة للمخلوق وحلقة للمصروع الشخوة، لو سمحتوا عشاني زيدوا فتشوا مرة ثانية. عكس، أيوة شقلبة عادي، يمكن يكون أفضل من الثاني. ادعي لا تعيط ما تمو على هسمة تسيرة ثاني ملعجي ذلا الهجل ذا جني يا كرم، ما هو ما بتطول لعبت بالفيديو من أول كراب تجيل الحوثي من أول ولا من آخر، ما بيش فائدة أصلا. الحوثي كائن صورة جعم خلب من الجهتين، لا يفهم ولا يعقل. ما بيش تقول لي وانا شا اقول لك، ما هو ما في نفسك، طلعني شكك في نافذ وبشر، ايش تقدر ما يطيب نفسك. وليش لا، هات التوم الناطق نفذة جنبي. ايوة اهلا وسهلا، حياك الله. حيا مالك ما بتطور يا كرم. يا اخي مالين اشي نطلب الله، يعني لازم حوثي كذا اليوم يطلع يهدر معانا عشان الرأي والرأي الاخر. ما بيش رأي آخر، هو هذاك الرأي ما بالله. الثقافة القرآنية، الولاية الربانية، أمريكا، إسرائيل، العطوان الآثم، النظام السعودي. يا أخي إلا يمكن كذا غيروا، قد ما عاد فيش عطوان، في كلام فليتة. هاولاك اللي خارج الجرف غيروا، اللي طعموا الكبسة. أما الآدم يتن هذا هو زوة الجرف للسنة ونص، والله مبزر شمس وجالس متربس في غيبوبة. سبوها نردوهن، يجوا يصوروا ويحفظوها، اللي يشتن ويردوا ويتخلمت يعرق. أبصر كيف قدوا أبيض من قمري وهم خارج لفلف والزلط والمجود الحربي والزبيب بني حشيش في كباش المراوعة ودنيا ثانية. ما هو فعلوا انقلاب وفي الجرف، كرحة الحرب وفي الجرف، تفاوضوا وفي الجرف، تحاربوا ثاني وفي الجرف، تفاوضوا وعتم الحرب وفي الجرف. والله ما قد عرف من صنعاء شارع ولا حيدخلها لو ما يفتص في الجرف. اوف، صدق ما قد فكرت بهذا الموضوع، والله كلامك صحيح يا توم. بالله انفكروا يا قلبي المتهون صليب ترثر، وذا الحين معي لك فكرة. خير، سير بسر القرآن المكشوش، القرآن الزراط، برميل الثور ما بيفعل وما بيخبص، كذلك منه خيرات. والله فكرا فعلا وحشنا. شكرا شكرا جزيلا، كان معنا توم الناطق من فين يا توم؟ من شقك يا صاحبي، مش بعيد، لا تقلق. من شقي. فاصل قصير ونروح بعده نشوف برميل الثورة أو القرآن المقشوش وعمايله. أصمتوا معنا. مرحبا وشكرا لصمودكم. الجماعة في مفاوضات الكويت يراوغوا، والحشود والخروقات ما توقفت، وبرميل الثورة على الفيسبوك مشتيش أقول طارح رجل فوق رجل، لأنه مستحيل يقدر من الكرش اللي كل شوية يزيد. كودو يلا والنبي يتفالخ ويتبلطح وين ما لقى. المهم نهب كباش وبقر وفرض الإتاوت على الناس باسم المجهود الحربي، وها سوق ولا هدى. وسيرت قافلة مدد سخية من المواد الغذائية ورأسين من البقر رفضا للمقاتلتهم على مختلف الأصناف من المواد الغذائية وعدد من رؤوس الأغنام. كباش من هنا وفلوس من هناك وسوق سوداء لكل شيء، من بترول إلى ديزل إلى غاز إلى وتشتم مفاوضات تنجح وسلام يعم. هيا لكن الكلام بالعاقل، عاد برميل الثورة وأصحابه إلا يجهز فرق.
فرق موتورات. كملوا الأولين الظاهر. نحن بحاجة إلى مزيد من هذه الدورات، مزيد من الجهد، مزيد من التعلم وكسب المهارات والخبرات، مزيد من الكباش، مزيد من زبيب بني حشيش، مزيد من السوق السوداء، مزيد من الكبسة، مزيد من الزنابيل والمتبردقين. عشان كده اتجهوا إلى المدارس والتعليم وتفخيخ عقول الأطفال. العدو الأمريكي اتجه إلى العملية التعليمية من قبل، وكان هناك منظمات تسعى باستمرار حتى إلى إيجاد مناهج. التطور في التعليم يجب أن تكونوا أنتم من تصيغوا، من تقدموا الخطط من أجله، وليس أن تنتظروا للأمريكيين يقدموا لنا الخطط. وأنتم من يجب أن تزرعوا في قلوب الطلاب حب الوطن. أيوة، لا تستنوش الأمريكان، لا تستنوش الأمريكان لتقديم الخطط التعليمية. لازم خطط مخططة تخلي أطفال اليمن مخططين. ها ولا مو كذا كذا. أول خطة تفضلوا مجلة الجهاد للأطفال ومجانا. ثاني خطة قصة السنكوح أو القرآن الناطق والأقزام السبعة. ولسه هدايا الميليشيا لأطفال اليمن ما انتهت. أطفال يرسلوا لهم قذائف تقصف أعمارهم بتعز والبيضة، وأطفال يحملوهم الشاصات يقاتلوا الأمريكان في تعز والبيضة والحديدة وكل مكان. هذول مجموعة أطفال مقاتلين، والحمد لله الحمد لله. بيعطوهم لقاح الحصبة وهو بالبندق، ولقاح شلال الأطفال وهو بالبندق. عمار يا يمن عمار، في ظل المسيرة القرآنية الموصلة أمريكا انتهت كل طاقات البلاد إلا طاقة شحن الحقد والخرافات. أمانة لو تنفع هذه الطاقة لا تولع الكرة الأرضية، أنما تشنقات عوقة ما تولعش حتى لمبة 3 وات. حرام يا نحرق عبدتم حريقا يا دولة الأمريكيين، ومن جابهم ومن جمّن يعود يدخل بلادنا لا نتعب التش وانتعب هكذا. دلا دلا يا حاج، دلا ريلاكس اهدا دلا يا حاج. لو تركز بس قليل بتكتشف انه اللي نهاب حق اخو كباشك هو عبد الحوثي، واللي رجع لك عيالك صور من بعد ما كانوا كم من بغل هو الشخوة عبد الحوثي. القرآن الناطق استو انها ها ها ومنزلي، انتو تموتوا والشخوة متخبي، وابن فريتها ياكل كبسة وبرميل الثورة يقشويش. ومن قصص النهب للمستحقات آخرها نهب مرتبات أضعف وأفقر فئة في المجتمع اليمني، عمال النظافة المساكين. رجع فتيني مسكين يدعم أبو خرفشة وبرميل الثورة والقاوقات اللصوص. وهات يا تصوير بالمسيرة وما قدروا يقول لا. قدمنا هذه القافلة لأخواننا المجاهدين. ها 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 مسكين مسكين خرجت من قلبه مقهور على راتبه. ها الله ينتقمك يا شيخ، وما خليت ولا بقيت حتى ذول المساكين تنهبهم وترسل لهم كلابك مجهود حربي في عز الهدنة. هيا بالله اسمعوا ذا المندوب، واحد من الزراطين اللي أقامين صعبة ينهب ويسرق عمال نظافة صنعاء. اسمعوا أبدوا تفاعل كبير ومتناهي، وقدم الموظفين من مستحقاتهم من مرتباتهم مستحقاتهم ومرتباتهم. لهفت أبوها أنت وسيدك وبقيات السرق المسيرة القرآنية، وذاك مسكين جالس جنبه وقال أحفاد بلال. ملي بلال كان يأذن بلاش وعادوا يقعلوا، ما كانش يزيد ولا كانوا يسرقوا مستحقاته. وبعدين دول يمنيين أصل من أكبر كبير فيكم، شوف على عنصرية وتقسيم للمجتمع، وفوق هذا نهب واستعباد. وعلى ذكر الاستعباد نشوف صاحبنا الحضرمي الأهبل ذا، من الشحر إلى بين رجال المستوطنين مران. قدك يا هبل، حق حبايب مساكين، حق استغفار ومسابح بلا بنادق، وحب يده وحقك لك واجزع لك بعد حالك. سبق من عدوان ومؤامرات سنين عقب سنين، لا ماتت الصرخة بجبل مران ولا مات سيد حسين بدر الدين. الله يعني من الدان إلى الدانات، إيش قاب اللي قاب يا ناس. حتى المحضار قابتوا لنا محضار مزور، محضار متبردق، محضار
هيا كيف تشوف يا زكريا صاحب البلاد هذا خزب نحنا. خلونا نشوف رأي زكريا، وطبعا نقول له ألف 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 مبروك بمناسبة الخطوبة، وأكيد حلويت يا مليح. أما هنا أنا ما بخطبش، وأنا إلى هنا وخلاص ولا نخص. السلام عليكم. هلا يا كرم، ما قصرت والله، يبارك فيك والعقبة لك إن شاء الله والجماعة اللي بجنبك. أكيد إنه ضروري تكون حلو، وعاد لو بتقع مشخط بيكون أفضل، لأن الزقرات اليومين دي ما عاد يرضن. ضروري بغت واحد طويل وحلو وأبيض. وحاجة ثانية، المهم نحن الآن خرمان بغى برد على الشاعر اللي ظهرته قبل شوي، بس برد عليه بعد الفاصل ويشلها من دحين تو مقدما. ولا نخص. هبالة من رواه سيد حسين بدر الدين، فوشوك الجماعة ولقوا الصرخة قدامك، الموت لأمريكا وكيلو موز إسرائيل، وانت معد عرفت نفسك. ديلة يا كرم، حط في بالك من الحضارة من المناصرين للحوثيين، وهم الحمد لله ما يتعدون على حتى عدد الأصابع. ديلة حط في بالك كم الفقرة حق اليهود، لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة، ضايعين ضايعين، ضاعوا وباعوا بالرخيص، لا أرض تقبلهم ولا حتى سماء، ده كيس عايش وسط كيس، لا جوع بايشبع ولا يروي ظما. مع تحيات الشاعر عمكم الحرازي. نتكلم دحين عن المختطفين اللي عند الحوثيين، قالوا بيفكون 50% منهم وبعد 20 يوم. بعدين ديلة دمهم انه ما لايد السعودية اللي يشكرها في ليتها في الصبح وفي المساء لرعايتها السلام. والتناقض اللي انتوا عايشين فيه ده، ليش عادهم يصبرون 20 يوم وقدهم اصلا هم حبوسين سنة كاملة؟ وعاد هالبهدلة ده كلها الا بيخرجون 50% منهم، يعني يختطفونك في دقيقة ويحبسونك سنة ويخرجونك بعد 20 يوم. والبهدلة اللي نحن فيها، فكوا عيال الناس يا غبوتر، وحاسب عاد فوق الناس رب. ونجي الحين لحضرموت، والحمد لله تحررنا وقلنا بيجي العدل وبيجي القانون، بس اللي نشوفه صدق مو هو وضع قانون، انه الواحد يجون يعتقلونه بدون امر قضائي ولا قانون، ده ما يرضي حد. اما انه كده تختفي فجأة هوب ولا حد داري عنك ولا هم داري يسأل من ده، ما اتفقنا عليه. قانون قانون، فهمونا، بغينا قانون. يلا يمكن ما تفهمون بالعربي، بنعطيكم اياها بالانجليزي. ونحن بنقول ربنا يوفق الجميع، بس انه ما بغانا الامور تبطي كده بالمزاج، خصوصا انه الاشخاص اللي تم اعتقالهم شخصيات معروفة واجتماعية، والبعض منهم مريض يخليك انت تخجل منه. صراحة موضوع الاعتقالات ده غريب، وانا بقول لكم ترى ما انت على العادة ولا هو هكذا نعتاد. والحاجة اللي حصلت الثانية، محاكمة مسؤولين في الكهرباء، حاجة حلوة، بس انهم هم يحاكمونهم داخل والطفي عاده، بعدين تنطفي الظهر لقدك بتنام، تنطفي بالليل لقدك بتنام، تنطفي الفجر لقدك بتقوم، محاصرة من كل مكان. بعدين الجماعة ما حد داريبك معهم مواطير، وانت سهران تردف بالونين. بصراحة خطوة إيجابية انه بيتم محاكمة كل مسؤول يلعب بديله، بس يا سيادة المحافظ شوفهم واجدين، يعني شفتهم ولا نجي نرويك اياهم؟ ويلا في ختام الحلقة شموا الصغيرين.